السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، أستهل حلقتي بالدعاء لله عز وجل ليغفر لنا ذنوبنا ويرزقنا. فالحمد لله الذي بحمده يتنعم أهل النعيم في دار الجزاء والثواب، وباسمه يشفى كل داء وبه يكشف كل غم وبلاء، وإليه ترفع الأيادي بالتضرع والدعاء في الشدة والرخاء والسراء والضراء، وهو سامع لجميع الأصوات بفنون الخطاب على اختلاف اللغات، ومجيب الدعاء للمضطر. فله الحمد على كل ما أولى وأسدى، وله الشكر على كل ما أنعم وأعطى. اللهم أنت أعلم بحالي، فانصرني على كل من أبكاني، واجمعني على من يفرحني ويسعدني ويجعلني سعيدة هنيئة في الحياة. أما بعد، مشاهدين الكرام، سأكون معكم لمعالجة مشاكلكم، وسأطل عليكم من خلال هذه الشاشة الكريمة التي أتاحت لي الفرصة بأن أقدم هذا البرنامج الذي سيساعدكم على التواصل معي لحل مشاكلكم أمامكم. لدي حالات عدة، منها مستعصية مثل أمراض وأوجاع أو مشاكل بين الأزواج، نفور، توحد عند الأطفال، خوف من الأماكن المظلمة، وحتى بعض النساء تخاف من الحيوانات الأليفة وتتخيلها في أحلامها من كلاب وقطط، أو يظهر عليها ثعابين أو حيوانات متوحشة. وأيضا لدي علاجات للنساء أما عن العلاجات مثل تساقط الشعر أو السواد تحت العين أو التجاعيد التي تظهر في سن مبكرة، فجميع هذه الحالات لدي علاجات روحانية خاصة بكل حالة، وأيضا علاج للمرأة التي لم تتزوج مع أنها لبقة جميلة. أيضا لدي علاج مضمون كما لجلب الحبيب، بغية الزواج الحلال، وخاصة بعد الكشف يكون مناسب. لدي قراءات وتواكيل لتنفيذ الجلب بفترة زمنية. ولن أطيل حلقتي اليوم، فأنا أختم أختكم في الإسلام، وأما الأخت لغير المسلمة أيضا أستطيع علاجها من غير أن تقرأ القرآن. سأقوم بمعالجتها عن بعد بالعجينة والبخور والعطور الخاصة بحالتها، وإن شاء الله ستكون مسرورة وراضية عن كل الرضا. أخواتي، سأتكلم عن الإيمان والتقوى، وكيف تعتنين بزوجك وأولادك وتحصنيهم من السحر والحسد والعين، كما سأعلمك بعض المسائل للحفاظ على محبة زوجك لك، وإبعاد الفتور العاطفي عن بيتك، وأيضا علاج منع الحمل، ودور السحر أو القرين في موت الجنين داخل الرحم، أو تشوه الخلقي، أو ما يسمى أم ملدم أو العقم. والسحر وأنواعه كثيرة، وعلاجه بعض الأحيان يكون سهل والبعض الآخر يكون صعب حسب الزمان والمكان، ولكن ليس مستحيل علاجه. أما عن الطاقة والعلاج مثل البيوت المسكونة أو البيوت التي تكون تعلو فيها الأصوات ورزقها قليل وتضيع فيها الأغراض، أيضا لدينا أدعية وقراءات وعلاجات وتسبب بعض الأحيان الطلاق وطرد المحبة من العائلة وبسبب السحر الموجود داخل البيت. في الحلقة القادمة سأعلمكم بأمور كثيرة، منها غريبة كيف نحصن أنفسنا بالإيمان والتقوى والثقة بالله عز وجل. وأستودعكم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.